بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصف الثالث ثانوي، المادة بلاغة والنقد، الفصل الدراسي الأول، عنوان الدرس المجاز المرسل. المعلم أخوكم ياسر الكلثم، المعلم المعد الأستاذ بدر البهلال. على بركة الله نبدأ. في نهاية هذا الدرس بإذن الله سنكون قد استطعنا أن نتعرف المجاز المرسل وطريقه في علم البيان. نميز بين المجاز المرسل والاستعارة، نتبين العلاقة بين الكلمتين المحذوفة والمذكورة مكانها، نكون جملا صالحة للتعبير بالمجاز المرسل وعلاقاته. تعلمنا سابقا أن طرق علم البيان أربع: التشبيه، وهذا يندرج تحت الحقيقة، والمجاز يندرج تحت الاستعارة، والمجاز المرسل، ثم الكناية. الحقيقة والمجاز والكناية. المجاز يندرج تحته نوعين، وهي الاستعارة والمجاز المرسل. طبعا نذكر أن المجاز عكس الحقيقة. عندما أقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، كلمة أسد كلمة استخدمت في معناها الحقيقي، أسد حقيقي. لكن عندما أنقل هذه الكلمة أسد وأوظفها في مكان آخر وأقول رأيت أسدا يخطب في المسجد، فأنا استعرت هذه الكلمة من مكانها الحقيقي إلى مكانها الآخر الذي هو المكان المجازي. المجاز المرسل والاستعارة. المجاز المرسل والاستعارة كلاهما مجاز، كلاهما مجاز، ولكن الاستعارة فيها تقييد، والمجاز المرسل سمي مرسلا لأنه مطلقا ليس فيه تقييد. علاقاته كثيرة، ولكن الاستعارة ليس لها إلا علاقة واحدة، وهي المشابهة. الأسد يشبه الرجل الخطيب في مثلا الشجاعة وقوة الصوت مثلا. لكن المجاز المرسل له أكثر من علاقة، لذلك سمي مرسلا أي مطلقا. لا بد للمجاز من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي وتسمى قرينة مانعة، سواء في المجاز المرسل أو الاستعارة. لا بد أن تكون هناك قرينة تمنع المعنى الأصلي. لو قلنا رأيت أسدا يخطب، كلمة يخطب قرينة لفظية تمنع إرادة المعنى الأصلي الذي هو الأسد الحيوان. والقرينة إما أن تكون لفظية أو حالية. قلنا لفظية إذا كتبت في الجملة مثل يخطب، مثل يمشي أو يتصدق على الفقراء، رأيت بحرا يتصدق، كلمة يتصدق لفظية. أو حالية تفهم من حال المثال، وهي في أخذناها في الدرس السابق بالأمس، درس الاستعارة التمثيلية، درس الاستعارة التمثيلية. العلاقة في الاستعارة دائما، ركزوا على هذه. أخت هلا، أخت هاني، أخ ضميد، أستاذ ضميد، نريد التركيز على هذه الكلمة المشابهة. العلاقة في الاستعارة دائما تكون المشابهة، يعني هناك تشابه بين الرجل والأسد الذي استعيرت له الكلمة. ولكن المجاز المرسل الذي سمي مرسلا لأنه مطلق ليس له حدود، مثلا علاقاته كثيرة، علاقته غير المشابهة. لا تقول أن هذا يشبه هذا، لا، هناك علاقات كثيرة للمجاز المرسل سنكتشفها الآن. ما المجاز المرسل؟ المجاز المرسل لفظ استعمل في غير موضعه الأصلي، هذا عرفناه في المجاز كله سواء مرسل أو استعارة. لفظ استعمل في غير موضعه الأصلي، نقلنا واستعرنا هذه الكلمة إلى مكان آخر لعلاقة غير المشابهة. ركزوا على غير المشابهة. ما هي هذه العلاقات؟ طبعا القرينة موجودة في كل الأحوال، إما لفظية أو حالية. ما أشهر علاقات المجاز المرسل؟ سيتضح المجاز المرسل من خلال المثال. المثال هو الذي سيوضح لنا. تأملوا هذه العلاقات. الأخت هاني، الأخت هلا، العلاقات موجودة واضحة أمامكم. واضحة العلاقات في الشاشة؟ جميل. العلاقة الأولى هي السببية، العلاقة الثانية هي المسببية، العلاقة الثالثة هي الكلية، العلاقة الرابعة الجزئية، العلاقة الخامسة اعتبار ما كان ثم اعتبار ما سيكون
ثم المحلية ثم الحالية، وليست الحالية، الحالية، سنشرحها بعد قليل. كل علاقة الآن ستمر لنا معنا سيتضح مفهوم المجاز المرسل أكثر وأكثر. الآن ننظر المثال الأول: أقطف الغيث فتحيا أمنياتي. أقطف الغيث، اسألي نفسك، هل الغيث يقطف؟ هل الغيث يقطف؟ لا، لا يقطف. إذن كلمة الغيث استخدمت في غير معناها الأصلي. جميل، واضح، استخدمت في غير معناها الأصلي، هي مجاز الآن، استخدمت في غير معناها الأصلي. اسألي نفسك مرة أخرى، ما الذي يقطف أصلا؟ ما الذي يقطف؟ ما الذي يقطف؟ الثمر. الذي يقطف هو الثمر. جميل، ما العلاقة بين كلمة الغيث وبين الثمر؟ أولا، إذا أردت أن أكتشف العلاقة لابد أن أكتشف الكلمة التي جاءت مكانها كلمة الغيث. الكلمة نقول يعني المفروض أنها تكتب، ما المفروض أنه يقطف؟ ما الذي يقطف؟ قلنا الثمر. ولكن لماذا عبر بالغيث هنا؟ قال أقطف الغيث. ما العلاقة بين الغيث والثمر؟ ما العلاقة؟ اكتشفوا، ما العلاقة بين الغيث والثمر؟ العلاقة بين الغيث والثمر أن الغيث سبب لظهور الثمر. واضح؟ أن الغيث سبب لظهور الثمر. إذن أنا عبرت هنا بالسبب، صحيح؟ عبرت هنا بالسبب. إذن العلاقة ماذا تسمى؟ إذا عبرنا بالسبب، العلاقة تسمى، تسمى سببية. العلاقة تسمى سببية. جميل، ننتقل إلى المثال الثاني، هو في نفس البيت، البيت الشعري، لكن في الشطر الثاني. طبعا نقول الغيث لا يقطف، فهو لفظ استعمل في غير موضعه فهو مجاز، والغيث سبب للثمار التي تقطف. لذا العلاقة بين اللفظين هي السببية. العلاقة بين اللفظين هي السببية. حياك الله أخ سعيد. أخ سعيد الصوت واضح؟ طيب الأخ سعيد، الآن قلنا ما هي الكلمة التي عند المؤشر؟ ما هي الكلمة التي عند المؤشر؟ الغيث. الكلمة التي قبلها أقطف الغيث، هل الغيث يقطف؟ الأخ سعيد، هل الغيث يقطف؟ لا. لماذا ذكرنا الغيث هنا؟ ما الذي يقطف أصلا؟ ما الذي يقطف أصلا؟ الذي يقطف أصلا الثمار. جميل، لماذا قلنا الغيث هنا؟ لماذا عبرنا الغيث بدل بالغيث بدل الثمار؟ لأن الغيث سبب في ظهور الثمار، فالعلاقة بينهما سببية. فالعلاقة بينهما سببية لأن الغيث سبب في الثمار جاء مكانه في التعبير. ننتقل إلى الشطر الآخر، ننتقل إلى الشطر الآخر. الكلمة التي بالأحمر، رأيتم الكلمة التي بالأحمر؟ والسماء تمطر رزقا. الشطر الثاني رزقا. جميل، السماء تمطر رزقا. هل يا أخت تهاني السماء تمطر رزق أو مطر؟ تمطر مطرا أو رزق. جميل، جميل، تمطر المطر. ولكن لماذا عبرنا بكلمة رزق؟ لأن الرزق مسبب عن المطر. لأن الرزق مسبب عن المطر، أي أن المطر سبب في ظهور الرزق. إذن العلاقة هل هي سببية أو مسببية؟ سببية أو مسببية؟ مسببية. جميل جدا. إذن نقول عبر بلفظ الرزق، بينما المطر هو الذي يهطل من السماء فينمو النبات، فالرزق مسبب لوقوع المطر. لذا العلاقة بين اللفظين مسببية. أنا أعبر بلفظ لوجود مكان لفظ آخر، أعبر باللفظ المجازي مكان اللفظ الأصلي لوجود علاقة. العلاقة إما سببية أو مسببية. نكتشف العلاقة الثالثة: شربت ماء زمزم. الأخ سعيد، الأخت هلا، الأخت تهاني، هل أنت أو هل أنت تشرب ماء زمزم كله أو تشرب فقط كأس واحد؟ تشرب كأس واحد.
لماذا قلنا ماء زمزم؟ ماء زمزم هو الكل، والكأس هو جزء، صحيح؟ واضح؟ ماء زمزم هو الكل، والكأس الذي أنت شربته هو جزء. إذن أنا أعبر بالكل وأنا أريد الجزء، نعبر بالكل ونحن نريد ماذا؟ نريد الجزء، نعبر بالكل وهو ماء زمزم ونحن نريد الجزء وهو الكأس. إذن العلاقة هي الكلية، العلاقة هي الكلية. جميل، لأن عبرنا بالكل ونحن نريد الجزء. مثل يا أخت هاني عندما تقولين مثلا سافرت إلى الرياض، هل أنت سافرت إلى الرياض كله أو ذهبت مثلا إلى حي واحد، مثلا حي الشفا، حي السويدي، حي العليا؟ هي منطقة، أنت ذهبت إلى جزء، إلى حي فقط، ولكن قلت ذهبت إلى الرياض، ذهبت إلى الرياض، أنت عبرت بالكل بالمدينة كلها ولكنك تريدين الجزء، جزء واحد من هذه المدينة وهو حي فقط. جميل، جزء من كل، جزء من كل. إذن عبرنا بالكل ونحن نريد الجزء، فهذه العلاقة علاقة كلية. ننتقل إلى التي بعدها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ركزوا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة، أصدق كلمة، بينما الذي قاله لبيد احسب معي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كلمات كثيرة، لماذا قال كلمة وهي في الأصل كلمات عكس التي قبل قليل، عكس التي قبل قليل؟ عبر بالجزء وهو يريد يريد الكل. جميل، عبر بالجزء، عبر بالجزء وهو كلمة، ولكنه يريد الكل، يريد الشطر كاملا، يريد البيت كاملا. كثير ما نسمعها، مثلا إذا ذهبتم في احتفال ماذا يقال؟ ألقى المدير، ماذا يقال؟ كلمة. هل يا أخ سعيد هو خرج على المنبر وألقى كلمة واحدة وعاد، أو ألقى خطابا كاملا؟ ألقى خطاب كامل. إذن نحن عبرنا بالجزء الذي هو كلمة، الجزء، ونحن نريد الكل وهو الخطاب كاملا. جميل يا أخت هاني، نحن نعبر بالكلمة وهي الجزء، ونحن نريد الكل وهو الخطاب. إذن هنا العلاقة ماذا؟ العلاقة ما هي؟ العلاقة الجزئية، الكلمة التي بالأحمر هي جزء من الشطر، فلذلك تسمى العلاقة الجزئية. ننتقل إلى التي بعدها. قال الله تعالى: هذا سيوضح لنا المسألة، أكثر. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هل اليتيم يؤتى ماله؟ متى يعطى ماله؟ اليتيم يعطى ماله إذا كبر، إذا بلغ سن الرشد، والمعروف أن الرجل أو المرأة إذا بلغوا سن الرشد لا يطلق عليهم أيتام، خلاص تنتهي مرحلة اليتم عندهم. جميل، والله سبحانه وتعالى يقول هنا: وآتوا اليتامى أموالهم، أي أنهم بلغوا سن الرشد ولم يعد يطلق عليهم كلمة يتيم، لكن لماذا سماهم أيتام مع أنهم يستحقون، ألا يسموا أيتام وانتهوا من مرحلة اليتم وبلغوا سن الرشد، ولكن لماذا ما زال يسميهم أيتام؟ باعتبار ماذا؟ سماهم أيتام باعتبار ما كانوا عليه، اعتبار ما كان، أي أن هؤلاء كانوا أيتام
أي أن هؤلاء كانوا أيتام. إذن كلمة أي اليتامى عبر بها باعتبار ما كان، أي أنهم كانوا أيتام. واضح الأخ سعيد؟ واضح المثال هذا؟ واضح الأخت هاني المثال؟ جميل. طيب ننتقل الآن للعلاقة التي بعدها. إنك ميت، هذا المثال أوضح بكثير، أوضح بكثير. قال الله تعالى ليخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ميت وإنهم ميتون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في عندما أرسل الله له هذه الآية إنك ميت، أو أنه حي، أو ما زال حيا؟ ما زال حيا، لكن لماذا سماه ميت؟ لماذا قال له إنك ميت؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ الصوت واضح الأخت هلا، الأخ سعيد الصوت واضح عندكم؟ الصوت واضح عندكم؟ إيه الأخت تهاني ربما الصوت عندك، ممكن عندك مشكلة في النت. إذن هذه الكلمة إنك ميت، إنك ميت أي أنك ستموت، اعتبار ما سيكون، عبر بهذه الكلمة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وقتها عندما نزلت عليه هذه الآية، ولكن سمي ميتا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سيكون. إذن هذه الكلمة جاءت مجازا، جاءت هذه الكلمة مجازا، وعلاقتها باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. ركزوا في هذا المثال الذي سيأتي، بلادي وإن جارت علي عزيزة، بلادي وإن جارت علي عزيزة. هل البلاد هي التي تجور أو أهل البلاد؟ هل البلاد التي تجور أو أهل البلاد؟ أهلها. لماذا عبر بالبلاد؟ لماذا عبر بكلمة البلاد ولم يقل أهل البلاد أو أهل بلادي؟ لأن هناك علاقة بين البلاد وبين الأهل. أحسنت، لأنها محلهم، لأنها محلهم. إذن العلاقة المحلية، لأن البلاد هي محل القوم الذين جاروا عليه، لأن البلاد هي محل القوم الذين جاروا عليه، فعبر بالمحل للعلاقة المحلية، عبر بالمحل للعلاقة المحلية. ننتقل الآن إلى المثال الذي يليه. يقول نزلت بالقوم فأكرموني، نزلت بالقوم فأكرموني. هل الرجل ينزل في القوم أو في بلد القوم؟ هل الرجل ينزل في القوم أو في بلد القوم؟ في بلد القوم، ينزل في بلد القوم. فلذلك عبر بالقوم لأنهم هم الذين يحلون في المكان، هم الحالين، فلذلك سميت الحالية. الأخت هاني هل الصوت الآن واضح؟ هل الصوت الآن واضح؟ جميل. ركزي في المثال هذا الأخت هاني، نزلت لكي يتضح معك المثال هذا لابد أن تفهمي المثال الذي قبله. ركزي في كلمة بلادي، بلادي وإن جارت. هل الذي يجور على الشخص البلاد أو أهل البلاد؟ هل الذي يجور على الشخص البلاد أو أهل البلاد؟ البلاد أو أهل البلاد، الذي يجور على الشخص أهل البلاد. واضح اختهاني؟ أهل البلاد، ولكن لماذا عبر بالبلاد ولم يعبر بالأهل؟ لأن البلاد هي محل الأهل، لأن البلاد هي محل الأهل، فلذلك جاءت العلاقة ماذا؟ العلاقة المحلية، لأن البلاد هي محل الأهل، قومه
الذين يسكنون البلاد هم الذين جاروا عليه، ولكنه عبر بالبلاد لأن العلاقة بين هذا اللفظ وبين اللفظ الأصلي الذي المفروض، لأن البلاد محل الأهل. جميل جميل جدا. طيب ننتقل للمثال الذي بعده، هذا عكسه، عكس المثال الذي قبل قليل. نزلت بالقوم، هل يستطيع أحد أن ينزل في القوم أو ينزل في البلد؟ هو ينزل في القوم أو ينزل في البلد؟ في الحقيقة ينزل في البلد، ولكنه عبر بالقوم لأنهم هم الذين يحلون في البلد، هم الذين هم الحالين في البلد، هم الحالين في البلد. إذن العلاقة هي الحالية، ضعوا شد على اللام وشد على الياء، الحالية الحالية. واضح؟ واضح الآن العلاقة. القوم لا ينزل بهم، وإنما ينزل المكان الذي يحل به القوم، فعبر بالحال الذي حل فيه وهو يقصد المحل. إذن العلاقة الحالية، اختبروا معلوماتكم. طيب الآن كل واحد يجيب على سؤال. الآن نبدأ بالأخت هلا. الأخت هلا، الأخت هلا، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة أي اعتاق رقبة. ما بأي العلاقات؟ الرقبة جزء من ماذا؟ الرقبة جزء من ماذا؟ جميل، هي علاقة جزئية، لأن الرقبة جزء من الإنسان، لأن الرقبة جزء من الإنسان، لأن الرقبة جزء من الإنسان، فعبر بالعلاقة الجزئية. الأخ سعيد، الأخ سعيد، من قتل قتيلا، هل يستطيع أحد أن يقتل قتيل؟ أو هو قتيل خلاص مات لا يقتل، لماذا عبر به من قتل قتيلا؟ ها، أي أنه سيكون، أي أنه سيكون، أيوه، اعتبار، اعتبار ما، ما سيكون. جميل، اعتبار ما، اعتبار، اعتبار ما سيكون، أي من قتل شخصا وهو سيكون هذا الشخص قتيلا، سيكون قتيلا. الأخت هاني، فليدعو ناديه، فليدعو ناديه، كلمة ناديه، فليدعو ناديه، النادي، هل الذي يأتي النادي أو أهل النادي؟ الأخت هاني، هل الذي يأتي النادي أو أهل النادي؟ أهل النادي، ولكن هنا عبر بماذا؟ لماذا عبر بالنادي؟ لأنه عبر بالنادي لأنه ماذا؟ نفس البلاد اللي أجبت عنها. جميل، بالمحل. العلاقة إذن إيش؟ العلاقة محلية، العلاقة محلية، هي محل. جميل جدا، جميل أخت نادية، أخت هاني. ننتقل الآن السؤال الذي بعده، هذا سهل جدا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل الصلاة مجرد ركوع أو أن هذا الركوع جزء من الصلاة؟ هل الصلاة كلها ركوع أو أن الركوع جزء من الصلاة؟ جزء من الصلاة. إذن العلاقة ماذا؟ العلاقة ماذا؟ العلاقة ماذا تسمى؟ العلاقة جزئية، جزئية، العلاقة جزئية، إذا عبرنا بالجزء فهي جزئية، إذا عبرنا بالجزء فالعلاقة جزئية. طيب إني نزلت بكذابين، هل الشخص ينزل بالكذابين أو ينزل بمكان الكذابين؟ هل الشخص ينزل بالكذابين أو بمكان الكذابين؟ مكان الكذابين. إذن العلاقة ماذا؟ لماذا عبر بهم؟ لماذا عبر بالكذابين؟ العلاقة ماذا؟ حالية. جميل أخت هلا، العلاقة ماذا؟ الحالية، لأن الحال الكذابين يحلون في المكان، يحلون في المكان. طيب قال تعالى يقولون بأفواههم، يقولون بأفواههم، هل الإنسان يتكلم بالفم كامل أو باللسان؟ هل عبر هنا بالكل أو بالجزء؟
جميل، هو يتحدث بالجزء باللسان، لكنه هنا عبر بماذا؟ بالكل، عبر بالكل وهو يريد الجزء. إذن العلاقة ماذا؟ العلاقة ماذا؟ كلية. العلاقة الكلية، العلاقة الكلية. ننتقل بعدها الربيع. كلمة الربيع من يمثل لي؟ مثلوا لي كلمة الربيع، ضعوها في مجاز مرسل، ضعوا كلمة الربيع في مجاز مرسل، ضعوا كلمة الربيع في مجاز مرسل. اجعلوها مسببية. أمطرت السماء ماذا؟ لا لا، هذا تشبيه أخ سعيد. لا أخت هاني، أريدها مجاز. القرآن ربيع قلبي. كيف يكون أخت هلا القرآن ربيع قلبي؟ اجعلوها مسببية. أمطرت السماء، أكملوا، أمطرت السماء. جميل جميل أخت هاني، جميل جدا. أمطرت السماء ربيعا. هل السماء تمطر ربيع أو تمطر ماء وبسبب هذا الماء يخرج الزهر والربيع، هذا العشب والأزهار والخضرة والثمار؟ إذن عبرنا بالمسبب، عبرنا بالمسبب وتركنا السبب. أمطرت السماء مطرا، هذا في الأصل، لكن لأن المطر يسبب هذا الربيع جاءت كلمة الربيع مكان المطر، أمطرت السماء ربيعا. طيب المدرسة، المدرسة كثير ما نستخدمها. اجعلوا المدرسة هي، لأنها هي المحل، تفعل فعلا المفروض أن يفعله الطلاب، المفروض في الحقيقة اجعلوا المثال للطلاب، ولكن اجعلوا كلمة المدرسة مكان الطلاب. اجعلوا المدرسة هي التي، لا لا، اجعلوا المدرسة هي التي تتصرف. مثلا في مركز ذهبوا أو إلى أي مكان، ذهبت ماذا؟ ذهبت هي نفسها، ذهبت ماذا؟ جميل، ذهبت المدرسة إلى رحلة، أو في رحلة، ذهبت المدرسة في رحلة. هل المدرسة هي التي ذهبت أو الطلاب، طلاب المدرسة؟ هل الذي ذهب المدرسة أو طلاب المدرسة؟ الطلاب، ولكن عبرنا بكلمة المدرسة. لماذا؟ لأنها محل الطلاب، لأنها محل الطلاب. جميل، العلاقة محلية، العلاقة محلية لأنها محل الطلاب. قلنا ذهبت المدرسة إلى رحلة. هل المدرسة فعلا ذهبت؟ لا، لكن عبرنا بكلمة المدرسة لأنها محل هؤلاء الطلاب. إذن العلاقة محلية. كلمة قلب، أريد هذا القلب أن تجعلوه جزءا، وأنتم تريدون الإنسان، عبروا عن هذا القلب، اجعلوه جزء، وأنتم تقصدون الإنسان كله. لو قلنا مثلا ها في البيت فراغ رحيم، وأنت تقصدين الوالدة أطال الله في عمرها، في البيت ماذا؟ فراغ رحيم، في البيت قلب رحيم. كلمة قلب، جميل جدا جميل، كلمة قلب ماذا يقصد بها؟ كلمة قلب ماذا يقصد بها؟ كلمة قلب ماذا يقصد بها؟ الأم، الإنسان كله، الإنسان كله الذي هو الأم. لكن هل عبرنا بالأم أو عبرنا بجزء فقط من الأم؟ هل عبرنا بالأم كلها أو جزء فقط من الأم؟ بالجزء. إذن العلاقة ماذا؟ ماذا تسمى؟ إذا عبرنا بالجزء تسمى العلاقة، تسمى العلاقة جزئية، تسمى العلاقة جزئية. جميل جدا. ننتقل إلى ما بعده، النوم. لو مثلا يا أخت هاني أو أخ سعيد أو أخت هلا، كان عندكم طالب نائم في الفصل وفاته الاختبار،
ثم استيقظ هذا الطالب وذهب إلى المعلم ودخل عند المعلم في غرفة المعلمين، ثم جلس أخذ هذا المعلم يعاتبه واختبره، ثم اتصل المدير على المعلم قال ماذا تفعل؟ قال أختبر النائم، أختبر النائم. هل هو فعلا يختبر النائم؟ هل هو نائم عندما عبر بهذه الكلمة؟ هل هو نائم؟ لكن لماذا اختار كلمة النائم؟ باعتبار ما؟ اعتبار ايش؟ باعتبار ما كان، لأنه كان نائما. جميل جدا يا فهاني، جميل هلا. اعتبار ما كان، أحسنت أخي السيد، اعتبار ما كان. الخلاصة، الخلاصة، المجاز المرسل لفظ استعمل في غير موضعه الأصلي، أي أن هذه الكلمات تستخدم في غير معناها، في غير معناها، لوجود علاقة، لوجود علاقة. فنحن عبرنا بكلمة الغيث في غير موقعها أصلا، لكن لأن هناك علاقة سببية. عبرنا بكلمة الرزق لأن هناك علاقة مسببية. عبرنا بكلمة مثلا القلب لأن هناك علاقة جزئية. عبرنا مثلا بالرياض لأن هناك علاقة كلية. عبرنا بالنائم لأنه كان نائما. عبرنا مثلا لو اعتبار ما سيكون، لو قلنا انك ميت اعتبار ما سيكون. طيب الاخ سعيد، لو قلنا انت مثلا طموحك ان تكون مهندس، ان تكون مهندس، وانت الان في ثالث ثانوي وطموحك ان تكون مهندس، جاء احد المعلمين وقال جلست مع المهندس، هل انت فعلا الان مهندس؟ لكن لماذا قال جلست مع المهندس؟ لماذا استخدم كلمة المهندس في غير موضعها؟ باعتبار ما ايش؟ باعتبار ما سيكون. جميل جدا، باعتبار ما سيكون، لأنك ستكون مهندسا. هذه هي علاقات المجاز، أشهر علاقات المجاز نراها السببية والمسببية، الكلية والجزئية. إذا عبرنا بالسبب فالعلاقة جزئية، إذا عبرنا بالمسبب فالعلاقة مسببية، إذا عبرنا في الكلام بالكل فالعلاقة كلية، إذا عبرنا بالجزء مثل القلب فهذه جزئية، الكل مثل الرياض فهذه كلية، إذا عبرنا باعتبار ما كان أي أمر كان في السابق فهو باعتبار ما كان، إذا عبرنا بشيء سيكون في المستقبل مثل أن هذا الطالب سيكون مهندسا هذه علاقة باعتبار ما سيكون، إذا عبرنا بالمحل مكان جلوس القوم، جاءت المدرسة محل الطلاب فهي المحلية، أو لو قلنا مثلا الحالية، نزلت بالقوم، نزلت بالقوم، أو مثلا دخلت إلى أهلي، دخلت إلى أهلي. أنت هل دخلت عند دخلت أهلك نفسهم ولا دخلت بيت أهلك؟ ولكنك عبرت بالأهل لأنهم هم الذين يحلون في البيت. جميل جدا. إذن هذا ما تيسر لنا في درس المجاز المرسل، المراجع الكتاب المدرسي، الصورة بين البلاغة والنقد، دكتور أحمد بسام ساعي، التعبير البياني دكتور شفيع السيد، جواهر الأدب أحمد الهاشمي. في نهاية هذا الدرس، هل الدرس واضح؟ هل الدرس واضح؟ هل هناك نقطة في الدرس غير واضحة؟ جميل، بارك الله فيكم. إذن الله يعطيك العافية بتفاعلكم ووجودكم وحضوركم الدائم، أصبح الدرس جميلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.